كشفت الإعلامية سارة بدير ابنة الفنان أحمد بدير عن تعرض منزلها إلى حريق هائل أثناء تواجدها مع ابنتها بداخله بعد انفجار التكييف أثناء نومها، لتصبح في مواجهة مع الموت وتنجو منه هي وابنتها بأعجوبة. وكشفت عن تفاصيل الحريق وأسبابه واستعرضت الخسائر وآثار الحادث في المنزل عبر حسابها بالفيسبوك. سارة ابنة أحمد بدير نشرت صورا على حسابها بالفيسبوك كشفت بها عن تعرض منزلها للاحتراق واستعرضت أثار الحريق والخسائر في منزلها، وقالت أنها نجت من الموت مع ابنتها بعد تعرض المنزل للحريق المفاجئ. وقالت في تعليقها على الفيسبوك: الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب، ولطف بي أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين امبارح. الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعود بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام. خلي بالكم أوي من التكييفات يا جماعة، خصوصا اليومين دول، وبلاش تناموا وإنتم مشغلينها، وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى أولادنا جميعا يا رب. أسف على بشاعة الصور، بس دي تذكرة ليا عشان دايما أعرف إن ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه، وحمانا ونجانا من إيه. ألف حمد وشكر ليك يا رب. وتلقت سارة بدير عشرات الرسائل والتعليقات من متابعيها وأصدقائها للإطمئنان عليها بعد الحريق في منزلها. وتلقى ابنة أحمد بدير اهتمام كبير ومتابعة من الجمهور، خاصة بعد ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وخطفت الأنظار بجمالها خصوصا بعد أزمتها مع الإعلامية مي العدام مؤخرا، بعدما نشرت صورة لأحمد بدير بصحبة ابنته سارة وكتبت عليها وقالت: صورة ابنة الفنان أحمد بدير، والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع، مما جعل الأمر يصل للقضايا والمحاكم بعد الرد والهجوم من أحمد بدير وابنته سارة. وفي النهاية اعتذرت مي العدال لهما علنا بفيديو وانتهت القضية. ولدى الفنان أحمد بدير ابنتين وهما دعاء وسارة، ولا يحب أن ينشر صوره العائلية عبر الإعلام، حيث من المعروف عنه تكتمه على خصوصيات أسرته قبل ظهور ابنته سارة في أكثر من مناسبة مؤخرا. وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير في موسم شهر رمضان الماضي في مسلسل المداح مع الفنان حمادة هلال، وتلقى تكريم خاص في الدورة الأخيرة من مهرجان الإسماعيلية السينمائية للأفلام القصيرة على مجمل مسيرته الفنية ومشواره الطويل في السينما. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.